السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه يا ولاد؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. النهاردة عندنا حلقة جديدة عن جميلة بحريد او جميلة بحرد. هي مقاومة جزائرية من المناضلات التي ساهمنا بشكل مباشر في الثورة الجزائرية ايام الاستعمار الفرنسي، وده كان في اواخر القرن العشرين. اتولدت سنة 1935، اتولدت في حي القصبة بالجزائر من أب جزائري وأم تونسية. كانت البنت الوحيدة بين أفراد أسرتها لأن أمها جابت 7 ولاد. كانت أمها هي اللي زرعت فيها حب الوطن، وكانت دايما تفكرها إنها إيه؟ جزائرية مش فرنسية. رغم إن كان سنها صغير في الوقت ده، ولكن هي لما كملت تعليمها والتحقت بمعهد الخياطة والتفصيل، وده لأنها كانت بتحب تصميم الأزياء جدا، ومارست الرقص الكلاسيكي، وكانت ماهرة جدا في ركوب الخيل. لما بقى اندلعت الثورة الجزائرية سنة 1954، انضمت جميلة لجبهة التحرير الوطني الجزائرية، وده كان للنضال ضد الاحتلال الفرنسي. كان عندها في الوقت ده 20 سنة، وكانت أول المتطوعات مع جميلة كانت اسمها بوعزة. قلنا بوعزة دي اللي قامت بزرع الأنابل في طريق الاستعمار الفرنسي، لأنها كانت بطلة زي برضو جميلة بحرد. ولأن جميلة بحرد كانت بطلة جدا، أصبحت المطاردة رقم 1 من الفرنسيين، لحد فعلا ما تم القبض عليها سنة 1957 لما سقطت على الأرض وكانت بتنزف الدم، ده بعد إصابتها في كتفها بالرصاص الفرنساوي. بدأت بقى من هنا رحلتها لآسيا في التعذيب اللي محدش يقدر يستحمله. بعد 3 سنين من السجن اترحلت فرنسا وقضت هناك 3 سنين، وبعد كده أطلقوا سراحها مع بقية زملائها. بقى كانوا الطلاب الجزائريين في الوقت ده بيرددوا في طابور الصباح: فرنسا أمنا. لكن جميلة من وهي صغيرة كانت بتصرخ وتقول: الجزائر أمنا. فخرجها نظر المدرسة الفرنسي من طابور الصباح وعاقبها عقاب شديد. تفتكروا تتراجع؟ لا أبدا. وطبعا من هنا بقى بدأت ميولها النضالية. انضمت بعد كده لجبهة التحرير الجزائرية زي ما قلنا، وكانت بتمثل حلقة الوصل بين قائد الجبل في الجبهة وبين مندوب القيادة في المدينة اللي هو ياسيف السعدي أو يوسف السعدي. وكان الفرنسيين في الوقت دون رصدين مكافأة 100,000 فرنك فرنسي للي يدلهم على ياسيف أو يوسف، أو يعني تمن لراسه يعني. وعشان كده بقت الأولى على قائمة المطاردين جميلة بحر. أصيبت قلنا برصاصة في كتفها، وده كان سنة 1957. في المستشفى بقى القائد الفرنسي أو القواد الفرنسيين قاموا بتعذيبها وصعقها بالكهرباء لمدة 3 أيام متواصلة عشان تعترف على زملاتها. وكانوا عارفين طبعا إنها عارفة مكان ياسيف أو يوسف، لكن هي طبعا ما قالتش، اتحملت التعذيب. وكانت من كتر التعذيب بتفقد الوعي، ولما بتفوق كانت بتقول: الجزائر أمنا. ولما فشلوا بقى في انهم ياخدوا منها اي اعتراف، قرروا محاكمتها صوريا. صوريا يعني ايه؟ يعني كده وكده، يعني كلامهم هو اللي هيمشي. واصدروا حكمهم عليها بالاعدام سنة 1957. اثناء محاكمتهم ليها بقى وفورا النطق بالحكم، رددت جملتها الشهيرة: أعرف إنكم سوف تحكمون علي بالإعدام، لكن لا تنسوا أنكم بقتلي تغتالون تقاليد الحرية في بلدكم، ولكنكم لن تمنعوا الجزائر من أن تصبح حرة مستقلة. ودي من مقولتها الشهيرة اللي قالتها في المحاكمة. وتحدد لها يوم 7 مارس سنة 1958 لتنفيذ الحكم. لكن العالم كله صار، واجتمعت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بعد ما وصلتها ملايين من برقيات الاستنكار من كل أنحاء العالم. اتأجل بعد كده تنفيذ الحكم، وبعدين اتعدل إنه يبقى سجن مدى الحياة. وبعد كمان بقى تحرير الجزائر سنة 1962 خرجت جميلة بحرد من السجن. طبعا ما عادش له لازمة إن هي تتسجن، لأن خلاص البلد اتحررت.
واتجوزت المحامي بتاعها الفرنسي جاك فيرجيس، وده كان سنة 1965. واللي دافع عن مناضلي جبهة التحرير الوطني مش عن جميلة بوحرد بس، لكن كان بيدافع عليها طبعا خصوصي. وأسلم واتجوزها وبقى اسمه منصور، الحب كده كان مولع في الدورة برضو. وأصبحت بوحرد أشهر رمز للمقاومة في الجزائر والأشهر على الإطلاق، واتكتب فيها حوالي 70 قصيدة. ومن أشهر الشعراء اللي كتبوا عنها كان نزار قباني وصلاح عبد الصبور وبدر شاكر السياب والجواهري وناس تانية كتير. ومن أمثلة الأشعار اللي اتكتبت فيها قالوا لها بنت الضياء تأملي ما فيك من فتن، ومن إنها سمراء زان بها الجمال لونه واهتز روض الشعر للسمراء. بعد الاستقلال بقى تولت جميلة رئاسة اتحاد المرأة الجزائري، لكنها اضطرت للنضال في سبيل كل قرار وإجراء تتخذه بسبب خلافها مع الرئيس. كان ليها خلافات مع الرئيس أحمد بن بلة في الوقت ده، وقبل مرور عامين قررت ان هي مش قادرة تستحمل اكتر من كده فاستقالت وسابت الساحة السياسية خالص. وفي اشاعات كتير انها ماتت، لكن كلها اشاعات ليس لها اي اساس من الصحة. هي دلوقتي عندها 88 سنة. بارك الله في عمر المناضلة وجعل نضالها في ميزان حسناتها. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وفعلوا زر الجرس، صلوا على النبي في الكومنتات، ودعوا لبعض دعوة حلوة، وافتكرني في دعواتكم، ودعوا لأهل غزة، ربنا معاهم يا رب. بحبكم قوي 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 قوي. باي باي.